انطلقت فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادية، وذلك تحت عنوان الاقتصاد المصري وتحديات وأولويات، وذلك برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. ركزت جلسات المؤتمر على مناقشة ملفات الصناعة والتصدير والسياسة المالية والنقدية وقطاع الأعمال العام والعقار ومواد البناء والاستثمار الرياضية. كما ركزت الجلسات التحضيرية للمؤتمر على تحديات الاستثمار وضبط سعر الصرف وتوفير الدولار وعدم استيراد السلع غير ضرورية وزيادة الصادرات المصرية. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط عند الإغلاق بعد أن طغت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على توقعات وكالة الطاقة الدولية التي حذرت من تباطؤ الطلب. صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 74% عند التسوية لتصل إلى 83 دولار و47 سنت للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 41% لتصل إلى 79 دولار و19 سنت للبرميل. تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.45% لتصل إلى $2.07 للتر. في المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.77% لتسجل نحو $1.06 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت وزارة الزراعة الروسية أن الرسوم الجمركية على صادرات القمح من روسيا ستصبح نحو 43 دولار و19 سنت للطن المتري اعتبارا من 21 من فبراير الجاري. وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أنه يتم احتساب معدل رسوم التصدير على القمح على أساس سعر إرشادي قدره نحو 248 دولار و4 سنتات للطن المتري. أعلن وزير الزراعة الإسباني لويس بلاناس أنه سيطلب من المفوضيات الأوروبية تحديث توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العادلة في سلسلة التوريد الغذائية. وعقب اجتماع مع نقابات المزارعين الرئيسية في إسبانيا، أشار بلاناس إلى أن القانون الإسباني بشأن السلسلة الغذائية رائد ويمكنه أن يكون نموذجا لتحديث تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العادلة، لافتا إلى التزام تقديم عدة مقترحات لتبسيط المتطلبات البيئية في الاجتماع القادم لوزراء الاتحاد الأوروبي في 26 من فبراير الجاري. وافقت المفوضيات الأوروبية بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة على خطة قدمتها ألمانيا بشأن مساعدات بقيمة 4 مليارات يورو. ذكرت المفوضيات أن هذا الإجراء سيسهم في تحقيق أهداف ألمانيا المتعلقة بالمناخ والطاقة، فضلا عن الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في الصفقة الخضراء الأوروبية. هذا وسيتم تمويل خطة ألمانيا من خلال صندوق الاستجابة السريعة بعد التقييم الإيجابي للمفوضيات لخطة التعافي والصمود الألمانية واعتمادها من قبل المجلس الأوروبي. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية. عودة مرة أخرى لأدا ودينا لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة.